صادق حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم 24 لسنه 2023 بالتصديق على الاتفاقيه بين حكومه مملكه البحرين وحكومه جمهوريه كوريا بشان الخدمات الجويه بين اقلي وفيما وراءهما بعد اقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه صدق على الاتفاقيه بين حكومه مملكه البحرين وحكومه جمهوريه كوريا بشان الخدمات الجوية بين أقليميهما وفيما وراءهما المحررة في سيول بتاريخ الخامس عشر من مايو لعام 2023 والمرافقة لهذا القانون